السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تحياتي لكم يا جماعه تحت كل الناس المشتركه معانا ومنورانا على قناتنا على اليوتيوب تدريب كلاب ومدجز مرور تدريب كلاب البحيره كابتن ابو نور. الدفعه اللي معانا النهارده يا جماعه تلات كلاب جولدن، ومين تاني رجاله؟ اتنين للو. مين ومين؟ مشمشه وشين، يعني تلاته جولدن واتنين للو. انتوا اللي عارفين، بسم الله ما شاء الله عليكم. حافظ زياد. طبعا يا جماعه التلات كلاب، الخمس كلاب اللي معانا النهارده الجولدن واللولو، هنطمن عليهم صحيا ونعرف اخبارهم ايه، وباذن الله انا واثق 100% ان خير ومفيش اي مشكله صحيه، لان معروف ان الكلاب الجولدن مناعتها قويه جدا، معروف ان الكلاب اللولو كلاب بعيده عن العنف، يعني حالتها الصحيه بتكون مناسبه ليها جدا. تعالوا الاول نعرف ساندي. ساندي ايه اخبارك؟ عامله ايه؟ تمام؟ كويسه يا ساندي؟ اسلام بيقول لك كويسه يا ساندي؟ كويسه يا اسلام، بتقول لك كويسه وتمام التمام. واضح في عينيك ان انت كويس. واضح في عينيك، رؤى. طبعا انت 100%. رؤى. ما توقفي كده رؤى، وريني كده، وريني جمال عينيكي كده وجمالك كده. والله يا رؤى انا مش عارف ليه مش واثق ان انت كلبه كبيره في السن. اللي يشوفها يقول دي روايه. احنا ممكن نتلخبط فيها وبين مزيكا. طبعا رؤى حاله صحيه 100% برضه. فريسكا. هي رجلها كانت مالها يا اسلام؟ خربوش. طب خربوش تغرقها ده كله. طب الخربوش هنا يا زياد، بتحط هنا جنتنا ليه؟ الخربوش كان ناحيه كده. ايوه هنا. طب الخربوش هنا يا زوز. خلاص بقى تحرجنيش قدام الكاميرا. طب الخربوش هنا يا زوز، بتحط لها هنا جنتنا؟ انا عايز نعرف بس. الخربوش فوق اهو. يعني دي خربوش فوق اهو. بتحط جنتنا تحت ليه؟ عليه بعدين. يا زوز. سيدي تمام. ايه ايه ايه؟ سيدي تمام. لا ارجع اقول الكلمه دي تاني، استنى اقرب لك بالمايك. الخربوش فوق، بتحط جنتانا تحت ليه؟ زيادة أمان بس. زيادة أمان؟ زيادة أمان. يعني أنت بتحط جنتانا تحت عشان لو اتعورت في يوم من الأيام في الحتة اللي تحت دي يبقى في جنتان. ربنا يبارك لك يا زوز، ربنا يبارك. وريني بقى مشمشة وشي. زياد بيحط جنتانا على جسم الكلاب في الحتت اللي مش متعورة عشان بيقولوا زيادة أمان. المفروض إسلام اللي يشيل مشمشة، خلي بالك عشان الناس ما تزعلش. والله أنت غيرت. والله انت هي عايزاك، هي عايزاك والله. تمام، دي مش مشمشه وشين. وشين عايزه تسرح، تسريحها وحش. مين اللي مسرح لها؟ انت اللي مسرح لها؟ سيبت وقت شقيه جامد والله كده. تمام، تقعد تتنطط فيها 100%. ايه ايه مش ايه وشين بس عامله ازاي؟ طبعا دي كانت دفعتنا النهارده يا جماعه، اطمنا عليهم مشمشه وقشين وفريسكا ورؤى وساندي. طبعا حالتهم الصحيه بنسبه 100%. معلومه بقى باذن الله بمشيئه ربنا يا جماعه، احنا بنطلع فريسكا للتبني. اي حد عايز فريسكا تمام يشرفنا يستلمها. هتاخدها انت؟ تمام. هتاخدها انت؟ هتاخدها انت في البيت؟ خلاص خديها. طب تصدقوا يا جماعه، يعني انت مصممه تاخديها عندك في البيت هنا؟ خلاص خلاص. طب ما قلتيش ليه؟ انا ما اعرفش، انت طلعت تبني فكرت فيا. يعني انت عايزاه تبني؟ تبني مفيش اي مشكله. تحياتي لكم يا جماعه، تحياتي لكل الناس المشاركه معايا. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.